فيربلاي. رجعنا من جديد في فيربلاي، نبداو في استقبال ضيوفنا والضيف معانا لاعب نجم المتلوي ماهر العرقي. ماهر اهلا بيك. مرحبا بيك. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ مرحبا. شنو احوالك؟ لاباس؟ والله تعبي تعرفها، لاباس في حاله. خويا متقلق شويه من صوتك. باهي، باش نحطوا الناس في الاطار، البارح كنت هبطت فيديو في صفحتك في فيسبوك، كنت تشكيت من المعامله، صاروك حاجات في نجم المتلوي. باهي احكي عليهم انت خير. ماهر شنو صار البارح؟ خويا ما راني الا من 6 نتاع الصباح 7 كاكا، دق الباب بالقوي فهمني ولا؟ عديت الباب مشيت خويا، خرجت جاني سيد قال لي مد لي تونياتنا تاع جمعيتنا، جاني سيد الاخر قال لي اللي دار حاجتها بي فهمني ولا؟ مشيت معاهم للإدارة، جاني سيد قال لي قال لك الرئيس فسخ وبرا اشكي، فسخ ولا برا اشكي حاجة من سنين. قلت له خويا انت مكلمني باش نرجع نترانا فهمني ولا؟ وانت ناري التالي ثلاثة ايام التالي انا نجبد لك فاس التفسيخ، قول لي ليه راك معاك، شنية اللي تبدل ما بين البارح واليوم؟ ما راني يقول لي انا ما في بالي بشيء وما نعلم شيء وكل شيء، الرئيس هو اللي اعطانا تعليمات. شكون السيد؟ شكون السيد هذا؟ كاتب العام. شنية اسمه؟ سليمان بوجليل. سليمان بوجليل، باهي تفضل. قلت له خويا كلم لي الرئيس، كلموا الرئيس قالوا باش نعدي لك مير عرقي بروفيسيونيل، نحن في تونس ولا رئيسي يتحادث مع جوار ولا بيان سور. خويا قالوا لا ما نكلموش وعلق التليفون، كلمته وانا مرة اثنين ثلاثة علق علي فهمني خويا ولا؟ خويا مشيت بالقانون، انا شنية يقول القانون الستة ترينا اش تعمل؟ تمشي ترينا على روحك. وي انا داخل اول مره في حياتي نشوف باب المتلوي نفك فهمني، باب ستار دخلوا بالوجوه فهمني خويا. تفضل ايه تفضل، كم نسمع فيك ماهر تفضل ايه. فهمتني جينا برشا نحنا فهمتني، قال لي دخلنا ما شافونيش، انا دخلت عباره شافوا بليس انا فهمني خويا. يقول لي انت كلمنا عليك الرئيس، انت كلمنا عليك الرئيس. شكون هذا؟ نفسه سليمان بوجليل الكاتب العام؟ مسؤولين زعما مسؤولين غاديك فهمتني. اي شكون الكاتب العام نفسه ولا لا؟ لا مسؤولين غاديك، ما نعرفش مسؤولين فيش الله اعلم، مسؤولين اللي لاي بدرشنية واللي والله ما نعرف بالضبط. باهي قالوا لك كلمنا عليك الرئيس. هاي قال كلم الرئيس قال ما العرقي ما يدخلش للتيران بتاتا فهمني خويا، وانا نحكي مع الانترونور، لونترونور هذا قبل بنارين جاني قال لي ولدي انت باش نبني عليك السيزون، قال لي ولدي راك الله واحد عليك، قال لي بالرسمي شبيك عاملين المكاورت فاهم. معز بوعكيز مدرب جديد هذا؟ ايه مدرب جديد الدوزيام نتاعو، المسؤول نفسه جاني هذا السيد اللي جا معاهم نفسه تبعني في قاوته، قال لي انا معاك ودرا شنيا وانت راك ولدنا ودرا شنيا، وانا نقول له نخمم ليه ما تخممش لا في توثيق لا شيء، وانت باش تكور وانت ولدنا وعندك كاليتي واني نتفرج فيك في كل لونترمون واني نجز معاك. الحاصل خويا ما راني انا نقول لهم عندي ساعه ونص نكملها في التيرا، شي نمشي شي خويا يجيب لي عاد المنافس، انت شكون باش ما نكذبش عليك، انا قبل ما نمشي سالت سالت عبد خويا كور جايه قالوا لي كمل ساعه ونص في التدريبات بعد هز غدوه يزيد ما يعمل لكش يجيب له عاد المنافس فهمني خويا ولا؟ هكا وخويا بدا زين، خرجت خويا قريب باش يضربوني بالكف، اخرج تيت اخرج درشنيه اخرج درشنيه، خويا خرجوني وعندي الفيديو فهمني، خرجت فهمني خويا. خرجت خويا مشيت انا لوج على عاد المنافس ما لقيتش شكون محلول، قلت برا تو غدوه. كملت خليت لعبت كمل ترانا، اللي يسكنوا معايا في الدار جيت مروحة معاه، لا انت ما تدخلش للدار. هذا مشكول اللي قالك ما تدخلش؟ وهذا عسياسة غاديك فهمني ولا؟ هذا ما اللي حربوني من بعد وجاوني للسيرا وحبوا يعملوا اللي عملوا ديجا. عسياسة في ريزيدونس ولا في فين بالضبط عسياسة؟ عسياسة في التيرا. في التيرا باهي. نتاع دوسارات وكل شيء. هكا وانا مروح ثم واحد منهم يكور، واللي يكور معناتها القهوه بجنبه فهمتني ولا؟ بدو يكور خرج من التكويره يجري جاني قال لي شوفك في الدار، نقلت له شوف شنو نعمل لك شوفك في الدار. هذا يكور معاك ولا جست من العساسه معاك؟ يكور هذا هو نفس العساس. فهمتك. العساس نتاع التينا.
اللي بكري خرجني. ميكاوي مش لاعب في نجم متلاوي معناه. ليه ما يكاوي راه يروح واي باهي. زعما نقول غادي يلم دوسارات ولا ما نعرفش بالضبط شو يعمل فهمتني. هكا وخويا مشيت للقهوة انا قاعد هو جاب الموتور. عايز لطفو اللي قاعد بجنبي في القهوة قالوا برا قول للسيد هذاك يجي يزدبش. يا السيد توا قريب الثمانية ونص ولا التسعة متاع الليل انا من تونس يمشي نزو دبش فهمتني. ما عندي حد. خويا قال لي ما تحبش الدبش تحبش نطير شغل. مشي وجي بعث السيد قال له قول له راني طيش لك دبش في الشارع فهمني. وبقى يستنى قدام البيت. بقيت نستنى فيه قلت تو يمشي تو نمشي فهمتني. ولا بقى يستنى قدام الباب يستنى فيا باش نخرج. ما نعرفش شنو باش يعملوا لي يضربوني شنو باش يعملوا بالضبط الله اعلم خويا فهمني. ولا هي خويا جبت تليفوني بديت نحكي قلت شو السيد كيفاش يستنى فيا كل شيء موثق او في لون ديريكت قلت شو السيد يستنى فيا وكل شيء فهمني. يجيني يجري صور فيا دب دب كان البونته والبنيه تخيط فهمتني. ضربك معناها اللي ريت القهوة فيها كاميرا ويت ورجعوا لهم كاميرا ويت ولعبت كل تفرجت في الخور هذا فهم. ما هبطش تسكر التليفون ولا في شورت كسر وكل شيء هبطت الفيديو ديما كيف عمل ديريكت يهبط. جاو برشا مساكنين متلاوي يرحم والديهم. خويا عباد شفت منهم كان الباهي فهمتني. عباد تجيب لك ماكله في الليل ما عندكش. عباد تغسل لك حوايج كذا ما عندكش فهمني خويا. عباد جاي على الاخر ما شفت منهم حتى شيء عيب. جاوني اخويا يجري فهمتني حب زيد يضربني في وسط القهوه وكان في الفيديو الثاني كل شيء جاو يجري يدري شنيا. حكيت لهم خويا بالباوسيه قالوا لي خويا نحن معاك وكل شيء. السيد بقى يستنوا فيا. جات مراه من دارها يرحم والدين والدين والده مراه هي ولد مراه ما في بالها في شيء تفرجت في الفيديو وقالت تحليلي هنا على متلوي كيفاش ولاه. قلت لك وحوش والمتلوي جات هزتني الدار. لا تعرفك تعرفها معناها بيتتك في دارها ولد انا اعرفه ما اعرفه تتحي فهمني. جيت تجري يا اذا نتلو في دارها فهمني. ما زلت في المتلوي نزلت في داره مازلت في المتلوي نستنى من بعد نزل معدم ونفذ خويا نجي خويا نتفاهم وخويا تعطيني فليساتي وفسخ لي خويا انا عم نعمل مكليت حتى 100 فرنك المشكل يعني. المشكل كل هما طلبوا منك باش تفسخ انت قلت لا انا مش طلبوا مني باش نفسخ انا من الاول فاهمنا عم نعمل خويا كلمته قلت له راني ما فاهمش مع الانترونير وكل شيء خويا خير روح فهمني. وعام الجاي ان شاء الله نبدا صفحه جديده وكل شيء مشيت هكاك يتنحى الانترونير نرجع معاكم وكل شيء. ما يتنحاش الانترونير انا راني باش نجي نفسخ فهمني. تنحى الانترونير وكل شيء بعثوا لي ميساج قالوا لي نهار 31 ترجع الترين. نهار 31 رجعت للترين فهمني. لا طالبت خويا بمستحقات لا قلت لهم حتى شيء فهمني ولا رجعت للترين. واحد صاحبي بروفيسيونيل في الكوره يطلب مصروف ما عند بو وامه تو 80% من الجوارات في تونس مازال تطلب في مصروف ما عند بو وامه 80% ما عندهمش كرابونيات خويا. ماكش تاخذ فلوس فهمني خويا. مش ماهيش عقليه فلوس بالرسمي جوار في تونس محتمين وتحتيم اللطف راه باهي ماهي. انا طلبت انا كلمت رئيس النادي محمد الدينيري حبيته يكون موجود معنا يتدخل الحقيقه رفض معناها قال لي خلي يقول اللي يحب اللاعب. لكن من الكلام اللي سمعته وايضا مش ما عنده الامانه لكن سالت شويه يقولوا اتهموك بالسرقه. ماهي لا اتهموني بالسرقه شيء خويا. تنحكي لك ريت وقت احنا جيت المرأة وكل شيء هزت معناتها خرجتني من القهوة وهزوني بالكهرباء فهمني. ولعبت كل شيء هذا فهمني ولا دخلوا للدار جابوا لي السيكان الكل فهمتني. هزيت حليتهم السيكان كلمني واحد قال لي راه فما ترابونات نقصية فهمتني. انا لا لميت دبش لا شيء لعبت شيء هذا وكل شيء فهمت. حليت السيكان قلت له استنى نروح انا من البحر دار كل دار ما ماتوا باش نمشي للدار. قلت له استنى نروح نحل حليتك السيكان تك 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 عملت له فيديو قلت يا وخي يا ومشوف السيكان وكل شيء. والراجل تو معانا المانجر الديري فهمتني وكل شيء دي وديجا كلمته باش نصابله وكل شيء. قال لي ليه انت خاتيك معناها انت ما نميتش دبشك من الدار لموهولك هما وطيشوه. ما نميت شيء لموهولي العباد دبشي خويا واضح وما لقيتش زوز كرابونات اللي اتهموك بهم هذوما. هذايا لغه صاحبي رانا ولاد الملاسين خويا نحنا
شبر مربع كيف 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 الكل الكل ولاد تونس الكل ولاد تونس ماهر باهي كيف كيف من الكلام اللي تقال عليك ماهر انك تحرف في الملاعبيه باش يغادروا متلوفه ملاعبيه جاو جدد انت حرفتهم باش يغادروا اي انا الاخر روبرتو كارلو يا خويا ريت في الكوره هذيا تسمع تعرف حاجات ما تعرفهمش على روحك فهمني ولا سمعت يا ودي عمنا ولا سمعت لي ما سمعتوش لهم فهمني يا خويا ولا تسمع روح في الكوره زي عادي انت كملت الانترفيو يحكوا عليك حاجه ما صارت جمله فهمني ولا حارس في الجوارات خويا جوارات طردهم قالوا لهم بارو روح فهمني ولا قالوا غدوه باش نروحوا ودرجنيه واحد قال كلمتني سيابي هاي الحكايه بالتفصيل اي معناها سمعتوا الكلام هذا مش انا اول مره تسمعوا من عندي انا معناها سمعتوا الكلام سمعتوا ديجا غدوه الحكايه وصلت لي العشره نتاع الليل غدوه جات معناتها الحكايه هذي باهي شنو الحكايه؟ قلت له فسر لي اعطيني معناتها شنو السبب خويا تو نفسخ لك ويرحم والدين فهمني؟ صحيح جمعية كبيرة هي ما مايش برشلونة ولا ساقي نعرفها وين توصلني خويا وكل شيء فهمني باهي كمل الحكاية شنو هي حكاية الملاعبية اللي حبيت تهرب ولا شنو؟ مش نعاود لك قلت له خويا أنا راني في بنزرت خويا عندي برشا حبايبات خويا هو ولد حومتي تسمى في نفس السكتور قلت له نعاونك باللي تنجم باللي نجم فهمني كلمت شكون قريب للهيئة قلت له ما هو السيد راهو في المتلاوي هكا وهكا اها وكان على سي عبد السلام معناتها يحب ياخذ اوكي ياخذ وما يحبش ما يحبش فهمني ولا هو في المتلاوي ما عادش حاجتهم به معناها شنو؟ طردوه قالوا له بنروح او طفل تحب نطلعوه معنا تو نكلموا تو بالتليفون مش مشكل نكلموا الكل باهي كمل لي بالتليفون يتعدى خويا المانجير هذايا خويا حكايه مانجيرات خويا انا دخلت في بوبليه فهمتني ولا خويا مانجيرات وهم واحد كان خويا يكتب ساكت يترن على روحه ودخلت مانجيرات الاخر تو نزك الدراوين الاخر تو نزك الدراوين خويا تسمع 2000 حكايه خويا السيد هذايا مارجني خويا حكيت معاه بعثت له ميساج قلت له بعدني يرحم والديك راني بالرسمي زوالي وناكل فيه خبزه تنوريك الكابتور قلت له بعدني فهمني سيد خويا عم ناول حتى للعصاف العاجل جيت خويا لونترونور جابوا المانجير جابوا مع 10 قريب 6-7 جوارات نلقى روح نهار الاولى ريد روا نهار الثاني اتاكون يا معلم راني نلعب بيفو يقول لي ما تحبش تلعب حطه على الخط عديتها على الخط واحد ولا يهاتري واحد ولا يضرب في راسه على الحيط يا ودي صار فيا اللي صار خويا قلت لهم شنيا مشيت للرئيس قلت واني باش نروح خويا مادام ما اديتليش فلوس ومادام راني نكور لا شيء ماتش باجا خاطر واحد شيء مدخلني ساكتين عبارة معناتها يتمنيك عليه فهمني ولا خويا قلت واني باش نروح فهمني ولا روحت على روحي بقينا في اتصال بالتليفون في يتنحى لونترونور ترجع في ما يتنحاش لونترونور انا نقول لهم فاط فهمني تنحى لونترونور انا حكيت لك الحكايه كيفاش صارت بالضبط علاش انت بالذات ما هذا علاش انت بالذات سير معاك هكا انا اخويا حشيشتي حلوه اخويا فهمني ولا اكيد فما اسباب ولا لا ما فما حتى سبب خويا كلم جمهور المتلوي خويا يحكوا لك خويا كلم بنزرت كامله خويا تعرفني فردا فردا خويا كلها صحه وبالقدر كلها عاملين معاهم الباهي خويا تم عباد هكا تقلق تشوف رئيس هكا يحب جوار يحب تدخل الفتنه تم عباد تقلق يشوف عبد خير منها فهمني مش اول واحد راني انا شوف مراد الليزلي انا صار فيه والتحوم في واحد من احسن الطالونات في العالم تو جوار كورجي على الاخر خويا يوصل بعيد على الاخر شوف شو عملوا فيه كي كان صغير توا كي كبر كل شيء حلبولي اللي هو نظيف وجو باهي فهمني يا ريت تسمع على روحك حكايات راه بالرسمي معناتها خويا انا تحب خويا قدام العباد الكل نمشي للجامع نحط يدي على مصحف نحط يدي على اللي تحب عليه راني نحلف اقسم برب العز لا حاجه حكاوا عليا صحيح اقسم برب العز اكثر شيء من عنبال كورة مبطلة عندي اختي قاضي اخويا عندي اختي انا صاحبي دكتورة في الشيمي عندي اختي خويا فندافير خويا صاحبي بوليس جوي بيعي بابا مربينا سبعة عز التربية اخويا بعمري لا حطيت سيجارو في فمي ولا بعمري لا تبعت حاجة كيف تسمع على روحك تتكيف تسمع على روحك تسكر تسمع الكلمات تسمع اخويا انا مجال جديد خويا راني الكلمات هذه الكل ما عندي علاش نحطها في مخي وكل شيء
واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك ميرا على تدخلك معنا. أنا سألتك بون علاش أنت بالذات مهما يكون اللي عملته حتى لو كان الكلام اللي قلته أنت مو صحيح، حتى لو كان صحيح فماش علاش، فماش حتى داعي يوصل لاعب محترف عنده كونترا مع جمعية يوصل يتدرب ويتطرد بالطريقة اللي صارت معاك. على كل كما قلت في أول المداخلة كنت اتصلت بمحمد دينيري رئيس الجمعية طلبته باش يتدخل معنا لكنه رفض واختار أنه اللاعب يبقى وحده معناه يتكلم، هذا اختياراته، ولو انه حتى حق رد يبقى مكفول لاي واحد تجبد الاسم نتاعو في المداخله نتاع ماهر العرقي. موزيكا الاخبار بعد مكملين في البلاي حتى للخمسه متاع العشيه.